اسمي هادي أشمر، مدرسة وفاء اللبناني. عندنا نحن هون مقدمين مشروع طفاية، طفاية يدوية منزلية من الخل والكربونة. بس يندمجوا الخل والكربونة مع بعضهم بيطلعوا سائل هو بيتألف من ثاني أكسيد الكربون ومي ونوع من الأملاح اسمه الصوديوم أسيتات. هلا هي النار بتولع من الأكسجين، فهي الطفاية بتطلع ثاني أكسيد الكربون بتطفي النار.